بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد طيب الهادي الأمين. في الحقيقة نشكر أخوتنا العبيدات بجميع تركيباتهم على حضورهم وتحملهم مشاق السفر لغرض مساواة أخوتهم العواقير في الواقعة التي حدثت، ونحن في خندق واحد في سبيل الوطن. ونبي نطمن أخوتي العبيدات أن نحن كعواقير ما فيش حاجة بعيدة، راهو نحن هدفنا ونصب أعيننا هو الوطن، ونحن في العزاء واحد. وإن شاء الله ما نجيكم في يوم سو، وبارك الله فيكم، وإن حضوركم اليوم له الأثر الكبير في نفوسنا صراحة. الأخرى نرحب بممثل القيادة العامة الحاج بالعيد الشيخي الذي حضر لمواساتنا، وهذه مش غريبة على القيادة العامة. ونحن في ظرف الحقيقة ظرف صعب تمر به ليبيا والوطن كله، ولكن نسأل الله بهالوجوه الخيرة والنيرة. والحاج عبد الرحمن عميد بلدية بنغازي والنائب المناضل علي القطراني، فالحقيقة نحن بهالوجوه النيرة وبرايكم ومشوراتكم يقولوا ما خاب من استشار. فنحن لكل حادث حديث ولكل مقام مقال، نحن إن شاء الله ما نديروا إلا اللي تصلح بالوطن هو هدفنا. نحن في العزاء واحد، وبارك الله فيكم، وإن حضوركم اليوم له مكانة خاصة لنا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. في هذه اللحظات ونحن نقف في جمع العواقير، وعندما نقول جمع العواقير نعني ما نقول، نعني صيحات الرجال، ونعني مواقف العزة، ونعني مواقف الكرامة. اليوم نؤبن أحد ضباط القوات المسلحة العربية الليبية، وعندما نؤبن أحد ضباط القوات المسلحة نتألم لفقد ونحزن لفقد، ولكن هذه إرادة الله. ولكن نريد أن نقول هنا، ها هم العواقير بتركيباتهم الاجتماعية الثلاث، على السراج أن يفهم، وعلى معيتيق وكجمان والسويح ليبادي أن يفهموا جيدا بأن هذا الوطن سينتصر، وبأن برقة عصية عليهم وعلى غيرهم. هذه هي الحقيقة، لأن من قتل أبنائنا هم المجلس الأعلى والمجلس الرئاسي يا سادة، هم من قتلوا أبنائنا وسيكون ثارنا منهم وسنلحقهم. عصابة السراج موجودة في طرابلس تو، عليها تستعد لزحف القوات المسلحة العربية الليبية لتنتقم ولتأخذ ثار ضابط من ضباط القوات المسلحة العربية الليبية. وعلى المجلس الأعلى، مجلس القاتل السويحلي المجرم، عليه أن يستعد أيضا، لأن القوات المسلحة العربية الليبية مصممة على تطهير ليبيا شبر شبر، ولن تتراجع قيد أنملة، ولن يتراجع سيد القائد العام المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر عن الثار لكل دم شهيد اطلاقا. لا فيش تراجع اطلاقا. هم من قتلوا ابنائنا، هم من يحاولوا ان يلعبوا بالفتنه، هم غير عنهم يامنوا طرابلس. انت يا سراج الخيل امن طرابلس ان كنت رجل، لكن والله ما انك رجل. ايش مالك ام البرقه؟ انت برقه عصيه عليك وعلى غيرك. امن طرابلس، مذبحة أول أمس ما يلاك قدام خشمة، وكان في خشم وما فيش خشم،
خشم خشم قطري حقير، احقر من قطريه واحقر من اي بلمس في رشفان من قتلوا في ملاك. اذا كان عندك غيريه ولا عندك وطن ولا عندك انت تجلس على قارب، ستذهب على قارب والله على لوحه، حتى القارب ممكن ما عطوه لك. هذا نقولها له ونحن جايين والله ما نرى الدين. هذا كلام سيد القائد العام، هذا كلام الشعب الليبي، هذا كلام افراد القوات المسلحه العربيه الليبيه من ضباط وضباط صف وجنود. هذا هو الكلام الحقيقي والنهائي، لا يمكن نتراجع. حي قبيله العبيدات اليوم يواسوا في خدتم. العبيدات ما هيش غريبه عليهم هذه المواقف، هذا مواقف العزه، قبيله الشرف، قبيله العزه، قبيله العبيدات السند الرئيسي والملجا عندما تضيق بنا الدائره، نلجو للعبيدات ونقول لهم دوكم. هذه هي الحقيقه. فاطمئنوا، ابناؤنا لن نفرط فيهم، حتى لا يمكن نفرطوا فيه. وهذه رساله يجب ان يفهمها السراج ومعيتيق وسويحلي وكجمان وبادي، عليهم ان يفهموا هذه الرساله جيدا. عملاء قطر، عملاء تركيا، عملاء الصهيونيه، عليهم ان يفهموا ان ابنائنا اللي حاول انهم يسخروهم لن نفرط فيه. ما يجينا منهم الا كل خير بإرادة الله. ولا يمكن نقبلوا بان يكونوا ابنائنا جسر عبور لعصابات قطر وعصابات تركيا وعصابات، لا لا يمكن. فابنائنا عندنا ونحن كفيلين بهم ونحن متاكدين منهم، وهم العواقير اليوم بثلاثه ثلاثه. خاب السراج وخاب مسعاه. التحيه لكم اخوتي العواقير كبار المذاري، التحيه لكم وانتم تقولوا نحن مع القوات المسلحه العربيه الليبيه. التحية لكم، لن تفرطوا في دماء أبنائكم. التحية لكم والعزة لكم والكرامة لكم والشرف لكم. حي هؤلاء الإعلاميين الشرفاء، قناة النبأ وقناة الحدث، قناة النبأ الله أكبر والله التحية، وكان الحي وقناة النبأ ما عاد حزت، قناة الحدث وقناة الإخبارية والخزي، كل الخزي لقنوات العار، قناة منصور عبيد ذلك الخائن المجرم. لأن نحن لا نجامل أحد في وطن إطلاقا، وقناة النبأ وكل من فيها من مجرمين ومن عملاء ومن خونة. ونقول المنصور عبيد من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا، أنت لا مكان لك داخل قبيلة ولد الشيخ إطلاقا، وكل من يدخل إذاحتك فهو مشبوه، وكل من يحكي في إذاحتك مشبوه. نقولها أخرى أيضا، نأكدها أخرى أيضا. فهذا خاين سقط من حسابات ولد الشيخ، سقط من قاموسهم، سقط من تاريخهم، لا مكان له ولا قيمة له ولا شرف له من تو. وأنا مسؤول عن كل كلمة أقول. قنوات العار انتهن، حي قناة الحدث، حي قناة الإخبارية، ونحيي المستشار المناضل المجاهد عبد الرحمن العبار حفيد حميد العبار، حييه وحييه وحييه، وهو يبني في بنغازي رغم الظروف ورغم الحصار المفروض عليه. عطوا الشحاذ البنغازي قالوا له ابدا، باش يريدوا يسيد، والله مو مسيد، يريدوه يسيد لما تحاصر ماليا وتحاصر كذا، مش بيخدم. هذه بنغازي، بنغازي ظهر من حرب ودولة بنغازي مش مدينة، لكن مستمر عبد الرحمن العبار لأنه ينتمي لوطن فيه ثرى شهداء له، لا يمكن يفرط فيه. فعلى المسؤولين أن ينتبهوا لبلدية بنغازي، وعليهم أن لا يلوي ذراع أهل بنغازي، فنحن ما يلوي ذراعتنا الأولي بكل إطلاق، سواء يعطونا والله ما يعطونا نحن مستمرين، ونحن رافضين الاخوان والقاعده والمقاتله، وهذه اللي ما يريدوهاش، يريدونا بالك نحترفوا بالاخوان. لا لا يفتح لهم ربي. هالوقت نقول لهم. نحيي المناضل المجاهد النايب علي القطراني. نحيي النايب الذي لم يركع للدينار والدولار. نحيي النايب الذي قال
أنا مع القوات المسلحة العربية الليبية وقائد القوات المسلحة العربية الليبية، هذا هو النائب الحقيقي. أحيي قائد الأعلى المستشار عقيلة صالح، أحيي كل النواب الشرفاء 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 الشرفاء. التحية لكم فالوطن المنتصر. ننقل لكم أخوتي العوقير، في هذه اللحظات سلام ومواساة وتحيات سيد القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر، فهو يحييكم بتحية الإسلام ويقول لكم اطمئنوا اطمئنوا لا تفريط في الوطن، ويقول لكم اطمئنوا فإن قدركم دائما محفوظ، ويقول لكم أنتم العوقير نعرف تضحياتكم جيدا، ونعرف ما قدمتم جيدا، ونعرف ما أعطيتم جيدا. فالعوقير لهم مكانة خاصة في قلب سيد القائد العام، وهو يقدركم وهو يواسيكم ويقول لكم اطمئنوا لا خوف على الوطن ولا خوف حتى على أبنائكم. من دخل في أي اتجاه آخر سيتم تصحيح الاتجاه وسيتم إرجاعه إلى حاضنة الوطن سالما غانما بإذن الله تعالى. هذا هو كلام سيد القائد العام. فاطمئنوا. نريد أن نقول وأنا نريد أن نختم، سيدي عبد السلام بوجلاوي بروفيسور الشعر واحد مشايخ الوطن، سلام بوجلاوي حكى في وقت فايت ويحكي على الوطن، هو يخاطب في ليبيا ويقول لها ما انا ضراري ضره خوت من الظهر يا ليبيا وصرضنا كلنا ما انا ضراري ضره. ماشي فيها سي عبد السلام كلام، لكن عجبني انا رديت عليه الشطر وما يرتدش عليه الفاخري مهما يكون ما تردش عليه، لكن انا رديت لانه ما يخلي لك شيء في الحاجه اللي ياخذها يكملها ما يخلي لك شيء، لكن انا رديت على سي عبد السلام بروفيسور الشعر الشعبي هو يعتبره شيخ من مشايخ الوطن. زمان عليك دخايل وروينا ترابك دم والجمايل، ام غير رجع التاريخ فيه دلايل تلقاه يدلا على الخبر يا حره، معارك شهادك سطر ولصايل ومهما ردم رسيل عنده شره، رانا سوا في الحاله وفي فرق في الموقف وفي الرجاله، واللي جاهد وما هيش باب فساله وان كان كرمه وما هيش باب مضره، وراه كل حد معروف في معداله واحنا نعرفه من اللي عليك اضطره، ركابه قصير القيم بوسياله حوري احفادهم اهل الوجوه الغره، شرف جد لجيوش العدو شنتاله لعيونك ولاجلك هلبوا كم مره، اشرف جد لجيوش العدو شنتاله لعيونك ولاجلك هلبوا كم مره، وحفيدهم تقدم زحفه ترتاله وقاد الكرامه والعرب من ذره، وشيع اعلام النصر فوق وشاله وطيح اعلام المجرمين بشره، ويحرر الوطن وما عليه عتاله خليفه حفيد جهاد ما يتورى، وحامل النجمه شال هبه افعاله ودون شرف لما ما تراجع مره، قاد العبور وللاخوان رساله واللي يشكك فيه يطلع بره، وحضورك اشرك الوطن فيه نضاله قدام العدو ما يرتضوه بالفره، وجبارنا شوامس في الخلا نزاله ونجاك غزو في شانك تعود الكره، لا يكمكروا لهم اللي كرداله وكم شيخ صدره بالرصاص تفره، ونخصهم ضنا عليا وموش فسالة برغيث ذكراهم يجيب مصرة، وحرابي بسالة منتهال بسالة رميس وطنهم ثايب وموعر حرة، ما نظراري ضرة قوت من الظهر يا ليبيا وسرضنا كلنا. نحييكم في هذه اللحظات ونواسي الجميع ونقول لكم اطمئنوا الوطن منتصر، اطمئنوا الوطن منتصر، اطمئنوا الوطن منتصر. الخزي والعار للسراج، والخزي والعار للسويحلي، والخزي والعار لعملاء قطر والتركيا والصهيونية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بهل الوطن وبهل برقة في المنطقة الشرقية، والحقيقة نعجز على الشكر الهم شخصيا، لا فيها لا مزيفة ولا فيها شيء، لأنهم هل الوطن والحقيقة دي مسبقين وبعزاوتهم مقبولة، ونحن الحقيقة نحتز بهم اعتزاز خاص. هذوم الرف الشرقية بحدود نعمة مصر، والحقيقة لهم مكانة خاصة عندنا احنا كعواقير في هذه القارة. ونحن الحقيقة العواقير نطاق واسع وجغرافية واسعة، حدود نعمة المغاربة وحدود نعمة البراغيث وحدود نعمة بيدات وحدود نعمة الدرسة،
نحن قاعدين في مكاننا وقاعدين في وطننا، والوطن هذا للجميع بالرغم من جميع قبائل ليبيا ضحن فيها البلاد، خاصة في بنغازي. ما نقدرش نقول قبيلة ضحت، حتى اللي ما عنده حد ضحى في بنغازي العصية، وكانوا الحقيقة سباقين في جميع. بالرغم التضحية وهالناس اللي ضحت يصير فتن، ولكن الفتن قادرين عليه. ونحن رانا نعمل وطن وعمل جيش وعمل برقة. برقة شيابنا مع طفيش طريق. عدوا هاجروا لمصر على اساس ان الحكومة الايطالية طلبتهم، وعدوا خصك شيابنا نحن كلهم بعبطوا لمصر لين جت في مسكة عمر المختار. فأنتوا يا اخوتي ما تخافوا من شيء من نسبة ناحية العواقير. هذا افراش في وسطنا، ولبدا ان نقبوا نحموه ونقبوا فيه. والتضحيات بالنسبه لتضحيه الناس، وانا الحقيقه نشكر خوتي العبيدات جميعا. جوني في توفيه خوي ابو وفد واشخاص وفرع فرع ما غبش عليه منهم، حتى اللي توخر جاني بروح. فالحقيقه كاينهم جايين للعواقير وجو للناس كلها ونشكرهم. وليبيا هذه راهي ناظره واجد وياما ناظره، وما تخافوا من شيء، رانا نعمل وطن وعمل جيش. نحن هالمعارك اللي رينيهن ابدا من سي سلطان لعند برسس، هذه المعارك خاصت بينا نحن كلن وموتن فين عرب. ليل جيتهم للمقرون عشر سهريات في منطقة مقرون، برسس، المقزحة، سيفرج، قمينس، نواقية، هذم كلهم كلها ضحت في هالمذوح هذا كله، وكلها موتت العرب وراوية جميعا مش غير نحن. موتت منا عرب من جميع القبائل لأنهم عندهم روح وطنية، والحقيقة الناس ضحت فيها المواضيع. فنشكروكم شكيرة خاصة، وكما قال لكم الأستاذ يوسف العبار ندور لكم العشاء الليلة تفضلوا عندنا، وبارك الله فيكم. ونشكر الأستاذ عبد الرحمن الحقيقة على وطنيته، وهذا شخص منا وعلينا بالنسبة لنا نحن كعواقير. هذوم جماعة الاثنين هذوم رموز لنا، لأنهم الحقيقة ما سيبوش الوطن وضحوا في الوطن، اللي هو لسهول الاستاذ علي القطراني. حتى عليه ما داروا وذكروا فيهم وحذروا فيهم وقالوا لهم تعالوا ما باش يمشي حتى حد، لان الحقيقه هذوم من قلب بنغازي ومن قلب المناطق اللي دايره بنغازي العواقير. فما باش ياخذهم المال وياخذهم مني. فنحن نشكروهم شكر خاصه، وراه بالرغم من عمي ليش نشكر فيهم في الموضوع هذا، لان نشكرهم بوطنيتهم. وراو بالنسبة لنا نحن أي نهف وتقولوا العواقير ما سير ولا صبرنا، نحن لابد عمل وطن وسافتنا في بعضنا، هذه وزوها وإن شاء الله ما ناكل الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أولا نحب نشكر قبيلة العبيدات بتحملهم مشاق السفر، وهذه الوجوه اللي أراها من قبيلة العبيدات بجميع تركيباتها وبجميع رموزها، إلا هذا دليل وتقدير لقبيلة العواقير. كذلك نرحب بالعيد الشيخي صاحب الكلمة التي كانت الكلمة في 2014 و2015 صعبة، كان يتحدث كثيرا ووقوفه، وكان هو المنبر الإعلامي الاجتماعي للقوات المسلحة في بدايتها، ونحييه على نضاله. نحيي جميع من معنا، ونحيي ضباط القوات المسلحة اللي أرى منهم في هذا المقام. نترحم على الشهيد محتز نجيب ماضي العقوري، كذلك نترحم على شهداء الكرامة جميعا، شهداء القوات المسلحة. وانا لدي لما أرى هذه الوجوه لابد أن أتحدث وتحدث، ونرجع
للخلف قليلا. لابد نعرف ان هذا هم الشهداء اللي الان نترحم عليهم. نقول لمن يذهب الى المجلس الرئاسي والى السراج، انا حضرت اكثر من 20 اجتماع معهم، لم يترحموا على شهيد للكرامه ولم يترحموا نهائيا باثباتات وبالدلائل، وكان مصور ولدينا شهود، وخير شاهد على ذلك الشريف الوافي صاحب الكلمه الحق. كانوا يترحمون على البنيان المصوص وكنا نتخاصم نحن وياهم، يا اخواننا كيف عندنا شهداء كانوا لا يحتدون بهذا الشهداء. لا نرى فيهم خسروا المعركه على الارض، التجأوا ليعلم الجميع انهم التجأوا الى الفتنه داخل برقه. هذه الفتنه راهي مخطط لها كيما تسمعوا، بتخطيط اخواني صرف باموال تاتي لا يهمهم. نحن حتى من قدم مع الكرامه وقدم شهداء وحارب حاولوا يدخلوا فيه، ولكن كيف ما قلنا نحن في النهايه ابناؤنا كلنا، ونخطو ونحاول نصلح الخطا. لكن من يذهب برقه حقوقها رايحه، نحن نطالب بحقوق ليبيا بالكامل لكن حقوقها رايحه. نحن لما مشينا المجلس الرئاسي مشينا على 3 ثوابت لبرقه، جميع قبائل برقه حددت القياده العامه رموزها وقياداتها خط احمر لا فيه نقاش، ما فيهش نقاش. وذهبنا الى صندوق اعمار لبنغازي باعتبار ان بنغازي هجرت وهي اللي فيها الحرب، مع العلم ان جميع ليبيا، لا نقول لا برقه فقط، جميع ابناء ليبيا قاتلوا في بنغازي. وذهبنا الى المطلب الثاني اللي هي التساوي بين الاقاليم الثلاثه بما فيهن البعثات الدراسيه. هذه المطالب لما وضعناها عليهم على الطاوله استهزأوا بنا ولم يعورونا اي اهتمام، ما اهتموش بنا. الان نحن في المرحله اللي الان موجودين فيها، اللي موجودين فيها نحن لابد التماسك في فتنه ضد القوات المسلحه، في فتنه ضد المشير خليفه بن قاسم حفتر، راهم يخدموا عليها بقوه وما زالت مستمره. نحن قبائل برقه متماسكه، ما نبوش الا التماسك وحقوق برقه. أنا نتمنى التماسك المدة القادمة حتى هالبترول اللي يمشي لمغادي، وأنا نقولها مسؤول عليها، إذا ما حصلناش حقوقنا أنا نعرف أن الجيش مع الشعب. تجتمع برقة تذهب تكفل البترول، الجيش ينفذ الكلام هذا، مسؤول عليه كلامنا. بداية أرحب بإخوتنا العبيدات وأشكر لهم مواساتهم لنا في هذا المصاب الجلل. نحن صحيح نؤبل شهيدنا في هذه اللحظات، إلا أن ما سبقوني به الأخوة وبالأخص كلمات الأستاذ طيب الشريف كانت كلمات يفترض أن تكون نهج لنا جميعا ونستمر عليها. إخواننا المجتمع الليبي متميز عن غيره من الشعوب، تربطه علاقات متينة وبالذات في المنطقة الشرقية أو برغة زي ما يقولوا، رباط متين ونسيج قوي، ويجب أن نحافظ عليه من أي خلل قد يطرأ، والحفاظ عليه من قبلنا جميعا. لحد الآن ما زلنا وبفضل الله نعيش في أمن وأمان في هذه المنطقة من جواد إلى مساعد، نتيجة تمسكنا ونتيجة احترامنا لبعضنا ونجد علاقاتنا الوطيدة ببعضنا. ما فيش شعوب الأخرى فيها هالبروتوكولات وهالمشاركة في الأحزان وفي الأفراح وفي كذا، وإنما الشعب الليبي يتميز بذلك، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب علينا المحافظة عليها. الأخوان قالوا ما فيه الكفاية، قالوا إن نحن نصب عيوننا للوطن ولا شيء غير الوطن، يجب علينا الاستمرار في العمل على تقوية هذا النسيج وعلى الحفاظ عليه. كوننا تحصل هفوات من هنا وهناك، راهي هفوات بسيطة والناس تتجاوزها وتمشي تطلع منها، ما جل من لا يخطف النهاية. لكن نحن نقول بهالوجوه الطيبة
وبشكل عام نحكي على قبائلنا هذه بشكل عام راهي تتميز بميزة واحدة، ما فيش تقصير من وحدة من الأخرى. ميزتهم هي الترابط هذا وهالتواصل، راهو في حد ذاته يعتبر تقوية للنسيج الاجتماعي. نشكر أخوتنا العبيدات ونقول لهم إن شاء الله منجوكم إلا في الأفراح. وأخيرا ما نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإنا إليه راجعون.